إن كانت هناك أشياء جميلة في الحياة فمن المؤكد أنه أنتم، فليحفظ الله الوطن والشعب ويبارك لكم أيامكم القادمة وصباحكم محبة وسعادة بإشراقة كل شمس تعانق أنسام الصباح والأيام تتوالى، وعيد يعقب عيد، لكن الود يبقى في القلب يمنح الحياة والبهجة، لكم عميق المحبة وخالص الأمنيات، فقضى عيد بهيج كل يوم وأنتم بخير. سارتم وصار دليلكم يا وحشتي، الشوق أرقني وصوت الحق ما لي سوى قرع لبابك حيلة، ما أسعد الله بالخير صباحكم وأنا أحييكم عبر برنامجكم العيدي صباحكم عيد الذي يأتيكم عبر شاشتكم قناة اليمن اليوم. في البداية أرفع أسماء آية التهاني والتبريكات لسعادة السفير القائد أحمد علي عبد الله صالح وأسرة العفاش المحترمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما أيضا هي فرصة أن أهني جميع المدراء والزملاء الأعزاء في قناة اليمن اليوم وأيضا لطاقمي المميز خلال هذا الصباح، كما أيضا أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن عظيم امتناني ومحبتي للشعب المصري العظيم تحت إجلال وأكبار لهذا الشعب، وأيضا إلى الحكومة ولسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعل الله أيامكم كلها أفراح ومسرات. أيضا يسرني أن أرحب بضيفي في الاستوديو الفنان اليمني النجم عماد عمدة. صباح الخير عماد، وكل سنة وانت طيب. وانت طيب إن شاء الله. كما أنتهز هذه الفرصة أيضا لأهني صديقي المهندس رشيد العريقي الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران البدني، باش مهندس رشيد كل يوم وأنت بخير، وأنت طبعا أحد نجوم فريق العمل لهذا البرنامج الصباحي. حديثي معك اليوم لن نسألك عن الأمطار، أنا أعرف أنك في إجازة، حدثني عن أحوال العيد. نعم أخي صبري، أولا قبل كل شيء تقبلوا أصدق وأرق وأجمل التهاني والتبريكات
القلبية من بعيد الأضحى. طبعا أنت وجميع أسرة البرنامج وجميع المشاهدين الأكارم، وتطمن عليكم العافية مع هذه الأيام طبعا السعيدة المباركة، والتي طبعا يسودها الآن السرور والفرحة، والتي تعم أرجاء بلادنا إن شاء الله تعالى أن تقبل منا صالح أعمالنا. آمين. وأيضا مشاهدينا الأكارم الذين طبعا يتابعوا هذه حلقات هذا البرنامج اللطيف والجميل، والذي يعني تنوع ويتنوع فقراته طبعا بفضل جهودكم وطبعا إطلالتكم الكريمة في صبري أنت خاصة وطاقم البرنامج. ونحن طبعا في هذه الأيام السعيدة نرفع لكم كل الشكر والتقدير على اهتماماتكم وتواصلكم الدائم معنا وباستمرار وفي كل الأحوال. طبعا الأجواء عندنا جميلة وأجواء عيدية لطيفة أيضا تسودنا وتسود أرجاء بلادنا إن شاء الله تعالى من كل النواحي. يعني طيب كيف كانت أجواء العيد؟ أنت في الصباح الباكر خرجت من المنزل أم استقبلت الزائرين؟ نعم خرجنا للصلاة ثم عدنا بعد ذلك طبعا لأخذ العيدية. اشتريت خروف يعني؟ اشتريت خروف يا باش مهندس. نحن والأطفال والأولاد هكذا، وعملنا جولة مصغرة إلى الأهل، وعدنا قبل شوية طبعا الزيارات المعتادة والتي دائما عادة صنعاء ما تكون مزدحمة في هذه الساعات بعد يعني صلاة العيد، وبعد أن بحيث وطبعا عادة جميلة جدا في صنعاء زيارة الأهل والكل يعني يزور بعض، فتجد يعني زحمة المواصلات موجودة لكن الفرحة يعني تشعر بها في عيون الأطفال خاصة، والسعادة في الزيارات التي طبعا بين الأسر وبين الأهل هكذا. وقد عملنا الآن قبل شوية ووصلنا طبعا بعد هذه الزيارات اللطيفة والجميلة والتي طبعا تسعدنا، وطبعا اهتماماتكم أنتم بهذه طبعا نقول عليها النواحي الأسرية والنواحي الاجتماعية خاصة عبر برنامجكم هذا الذي يعكس معلومات وأشياء كثيرة جدا ونصائح، ونحن طبعا سعداء في هذا البرنامج والقائمين عليه دائما لأنه متواصلين أنتم باستمرار معنا ومع يعني المجتمع اليمني ومن حيث من كل النواحي. نشكركم دائما وفي صبري وفي على جهودكم الطيبة، وأنتم يعني وأسرة البرنامج كامل. شكرا يا باشمهندس. في قطاع الأرصاد يعني هل يوجد مناوبين خلال إجازة العيد أم بيكونوا معهم إجازة عيدية؟ نعم أنا طبعا عاودت عليهم وفي صبري فعلا زملائي يعملون الآن على مدار الساعة 24 ساعة، وعايت عليهم وهذا كل حاجة خلال الاتصال لأنه صعب علي أن أصل إليهم، والله إنه كنت أتمنى. وهم في الوردية يعملون يعني يستلموا من الوردية السابقة عند الساعة 8:30 وسيستمرون إلى 8:30 صباح يوم الغد، ويوم غد سيأتي وردية أخرى يعني لتستلم أيضا على مدار الساعة. لأهمية العملنا ليست في الأجواء فقط البرية والبحرية والجوية، فنحن طبعا هذه المسألة نقوم بها باستمرار، وحيث يعني المركز يتابع وباستمرار ويمد المعلومات برا وبحرا وجوة، ويطلع على كافة المستجدات من خلال تجهيزاتنا الحديثة وصور أقمار صناعية وإعطاء أي يعني تنبيهات أو تحذيرات سواء كان برا وبحرا وجوة لحركة الطيران التي تمر في أجواءنا خاصة في المناطق الشرقية وكذلك البحرية والبرية، فنحن نتابع باستمرار، والمركز طبعا يقدم خدماته ولن يتوقف ولا للحظة واحدة مهما كانت الظروف هنا.
عمالنا العمال في مركز الوطن الأرصاد الجوية متواصلين باستمرار مع ويمتوا خدماتهم للمجتمع زي ما مثل ما قلت لك في برا وبحرا وجوا. واذا هناك اي مستجدات يعملوا التحذيرات والانذارات اللازمه وبحسب المعايير والمقاييس الدوليه، نتعامل مع معايير ومقاييس دوليه وبحسب القوانين والانظمه السائده دوليا لتحديد الحركه سواء كان برا او بحرا او جوا. خالص تقديري لك المهندس رشد العريقي، أحببنا أن نهنك بالعيد. خالص تحياتي أيضا لجميع أفراد أسرتك الكريمة، لجيرانك، لمحبيك، لجميع العاملة في قطاع الأرصاد خلال إجازة العيد. أطال الله في عمرك ومدك موفور الصحة والعافية. شكرا جزيلا لك وإجازة سعيدة. عيد الأضحى المبارك والعيد الأكبر عند المسلمين، وهو عيد تقام في أعظم وأكبر فريضة وهي فريضة الحج. والحج ركن أساسي من أركان الإسلام، هو الركن الخامس. ويأتي عيد الأضحى المبارك في يوم العاشر من ذي الحجة من كل عام، يأتي قبله يوم عرفة حيث يقف فيها المسلمون على جبل عرفات، يؤدوا بذلك الركن الأساسي في الحج. ويحتفلون في اليوم الذي يليه بعيد الأضحى المبارك، حيث تستمر مناسك الحج حتى يوم 12 من ذي الحجة، وهو اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك. تجتمع في عيد الأضحى المبارك عدد من الأعمال الدينية غير مناسك الحج، حيث يقدم المسلمون الأضحيات من الأنعام ويوزعون لحومها على الفقراء والمحتاجين، ولهذا سمي هذا العيد بعيد الأضحى، ويسمى أيضا بيوم النحر، وفي إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام بعد أن ذبح الكبش الذي افتدى الله سبحانه وتعالى به سيدنا إسماعيل، ليصبح ذبح الأضحى فيه يعني من أساسيات عيد الأضحى المبارك التي يقوم بها المسلمون في شتى بقاع الأرض لينالوا الأجر العظيم في هذا العيد، وحيث يقوم الحجاج أيضا برجم الشيطان ليصبح مذموما مدحورا أو مضروطا من رحمة الله تعالى. فليس هناك حزن أكبر من حزن الشيطان في عيد الأضحى المبارك، حيث يرى عباد الله وهم يؤدون فريضة الحج ويذبحون الأضحيات ويطلبون رضا الله تعالى ليعودوا كما ولدتهم أمهاتهم بريئين من كل ذنب وخطيئة بعد أن طافوا بالبيت العتيق وهللوا وكبروا ولبوا نداء الله تعالى. من أجمل طقوس عيد الأضحى المبارك وأروعها هي تكبيرات المساجد في صبيحة العيد وصلاة عيد الأضحى التي يجتمع فيها الكبار والصغار، يعلوهم الفرح وتكتسي قلوبهم البهجة ويرتدون أجمل ما لديهم من ثياب ليكبروا تكبيرات العيد ويبادروا بتهنئة بعضهم البعض، فتذهب كل الخصومات وكأنها لم تكن. طبعا تبدأ الزيارات بين الأقارب والأرحام والأصدقاء، ويفرح الصغار بعيدياتهم ويكثر العطاء والتوزيع على الفقراء والمحتاجين ليعطوهم الحلوى واللحوم والحلويات وكعك العيد. مهما كانت النفس حزينة سيظل العيد فرصة لسمو النفس والروح وفسحة طيبة يفرح بها القلب، لأن عيد الأضحى هو عيد غفران الذنوب والعودة إلى الله تعالى، وكأن الأرواح تفتح في هذا اليوم، تفتح صفحة جديدة لتبدأ مع خالقها بروح وعزيمة أقوى فيها من الخير الكثير. فليس من شيء أعظم من فرحة من أدى فرائضه جميعها ليأتي يوم الجائزة وهو يوم العيد ليفرح فيه ويجدد فيها العزم والإرادة لتحقيق الأفضل. اليوم لدينا ضيف في الاستديو، شاب يمني صوت جميل، عماد عمدة. مرحبا بك مجددا عماد. اهلا وسهلا، كل يوم وانت بخير. وانت بألف خير صحة وعافية ان شاء الله. يعني اولا انا احيي حضورك وقبولك دعوتي لحضور هذا البرنامج العيدي الصباحي. لو عدنا الى الماضي، كيف كانت اجواء العيد في اليمن؟ انت طبعا من تعز ومقيم في صنعاء تقريبا، كيف كانت أجواء العيد؟ كيف كنتوا بتعملوا الصباح؟ أين تذهبون؟ هو أجواء العيد متشابهة في كثير محافظات، يعني صلاة العيد بعد السلام على الأهل والمحارم والعوادة وخرج الفلوس، لابد من العوادة، هذه مهمة جدا. أي ضروري، وجعلت العيد كمان الكبدة، هذه ضروري الصبح تصبح كبدة. يا سلام، طبعا هي ذكريات جميلة عند الإنسان. يعني أنت طبعا اتجهت للفن منذ سن يعني مبكرة، كيف كان دعم الأهل والأصدقاء يعني لأن تبدأ مشوارك الفني في العزف على العود والغناء؟ وهل من صعوبات واجهتك في البداية؟
أكيد في البداية كانت كلها صعوبات، سواء من الأهل أو من المجتمع أو من الكل يعني، بس مع الوقت شوية شوية وكل شيء صار أحسن، صار في دعم من هنا ودعم من هنا، دعم معنوي دعم. جميل. الفنان في البداية بحاجة إلى دعم معنوي. أكيد. طيب في فنانين مثلا بيوصل للبدايه وبيواجه صعوبات وعلى طول بيترك ابداعه، يعني بينكفي على نفسه، بيترك يعني احد هواياته المحببه الى نفسه، يعني يجب ان الفنان يتحدى ظروف، يتجاوز المطبات ان وجدت. الشغف هو اهم حاجه، الشغف، لو الشغف موجود بتستمر على طول ما بتوقفش. بمن تاثرت انت في مسيرتك الفنيه؟ تاثرت بكثير يعني في البداية ما تأثرتش بفنان يمني يعني. في فنان مصري تامر حسني معروف، غني عن التعريف، أول فنان يعني تأثرت به وحبيت الفن. بعدين شوية فضل شاكر، من الفنان يعني انطلقت للحب العربي قبل المحلي. أيوه. بعدين بعد الثانوية لما دخلت الجامعة بدأت أحب اللون اليمني وأسمعه أكثر ما كنت أسمعه زمان. طيب انت عارف انه الالوان اليمنيه متعدده ما بين اللون الصنعاني، التهامي، اللحجي، العدني، الحضرمي، يعني ايش اقرب الالوان المحببه الى قلب عماد؟ اكثر لون محبب الصنعاني والتايتي. طيب ما رايك نسمع هكذا اغنيه جميله بصوتك وادائك الرائع، اهو نسعد المشاهدين من خلال هذا الصباح الجميل بحضورك طبعا. طيب تفضل. هذه الاغنيه طبعا اهني فيها الشعب اليمني كلهم فرد فرد والشعب المصري، واخص بالذكر امي وابي واسرتي. ربنا يحفظهم يعني. عايدت عليهم الصباح؟ تواصلتوا بالتليفون بالواتس؟ من امس وانا عايد عليهم. ان شاء الله يكونوا بيشوفوك الان. ان شاء الله اكيد. خلص تحياتنا. Thank you.
تطوف على سايل ودي لها الحاصل في دمعها السايل يمحق عليك العيد أنا استنى يا عيد أنا استنى يا عيد ما شاء الله ما شاء الله صوت جميل وأداء رائع أشوفك فعلا لون الصنعاني بتجيده. طيب يا عماد أنت بتشوف إنه اللهجات اليمنية ساهمت في تعدد الألوان الغنائية في اليمن؟ ساهمت في تعدد اليمنيين مختلفين بحاجات كثيرة يعني كل محافظة معها زي مختلف معها لون معها رقصة مختلفة معها كل شيء مختلف وهذا اللي جعل من اليمن يعني تملك فريق. موروث شعبي كبير زاخر. طيب أنت بتشوف أنه الأغنية اليمنية الآن مثلا في تجديد جديد من الشباب يعني يجب على الشباب اليوم أنهم يجددوا من الأغنية اليمنية يجب أنه يكون في حداثة في الكلمات في التوزيع الموسيقي في الألحان والله أنا أعرف كثير ناس مبدئين بس يعني هو أوضاعهم بس ولا في مبدعين كثير مستعدين يجددوا مستعدين يعملوا حاجات كثير حلوة. طيب إيش الصعوبات اللي بتواجه هؤلاء المبدعين؟ صعوبات الإنتاج صعوبات المنتجين صعوبات الداعمين صعوبات الداعمين الرسميين من الجهات الرسمية أيوة. يجب أنهم يهتموا ضروري خصوصاً في الشباب وبداعة الشباب. طيب أنت خلال طفولتك أيام العيد مثلاً بتتذكر أنه في ألعاب مثلاً معينة عندما كان الواحد هو طفل يعني بيلعبها أيام العيد أنا عارف إنه الأطفال مشاكسين يعني كنا نقرح الطماش والصواريخ وال معنا ألعاب كثير يعني مختلفة أغلبها إزعاج أي كلها إزعاج يعني مسدس الماء وهذا مسدس الخراز أيضاً مسدس الخراز يعني كان في فرحة أيضاً عندما الواحد هو طفل لا في فرحة في فرحة حتى لهذا الحين يعني إحنا محافظين على هذا العدد لهذا الحين حتى وإحنا كبر نتذكر ايضا في المدرهة هذه المدرهة كانت موجودة في بعض المحافظات لكن كانت ابرزها ايضا ما يقوم بها الناس في صنعاء القديمة السادة المشاهدين اكثر من 1200 عام مضت على المدرهة في المناطق اليمنية ما تزال عادة الترجح عليها حاضرة يودع من خلال الحجاج ويتم استقبالهم بها في شجن وحب وحضور الكثير من الاهل والاقارب والجيران نتابع هذا التقرير مع الزميل محمد الصاعر خمسة وأربعون مرحلة كان يقطعها الحاج اليمني خروجا من منزله ووصولا إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج والتي لم يكن لأي فرد أن يتخلى عن أدائها أو يقصر فالمسألة كانت بدنية أكثر من كونها مرتبطة بالجانب المادي كما هو عليه الآن بل أنه كان هناك ارتباط روحي له علاقة وثيقة بلقاء الخالق ببذل المشقة والإنهاك في الوصول إلى مربع يعود فيه الفرد من الخطايا والذنوب كيوم ولدته أمه جهد ليس بالسهل فهناك 45 يوما يخرجها الحاج من داره في صنعاء قد تزيد إذا كان من ذمار أو باتجاه اليمن الأسفل هذا وكانت تتوزع ساعات السفر من 3 فجرا إلى 12 ظهرا وتحديدا إلى حين تتعامد الشمس على أعلى الرأس ويختفي الظل لتكون الاستراحة والاستعداد ليوم رحيل آخر وفي الوقت الذي يجاهد الحاج فيه نفسه وبدنه لخوض كل هذه المغامرة وهو على علم بأنه في رحلة شاقة لكن قلبه مطمئن بأن مدرهة قد نصبت للتذكير بمهمته الشاقة والحديث عن وعثاء السفر الذي يلاقيه لتنطلق الدعوات للإله بتوفيقه وأن يرده إلى أهله سالما غانما مرضيا عريا
كل كلمات المدرة هي كلمات تراثية وكلمات عرفت منذ القدم بأصالتها ورونقها وروعتها. يعود أول نصب للمدرهة منذ 1200 عام في صنعاء وما جاورها من مناطق، وتعتمد في نصبها على أعواد الخشب والأجراس وزينة الحاج كان ذكرا أو أنثى، وينادى فيها بصوت شجي هو أقرب لعواء المطاحن ذو الشجن وطابع الحزن، وتغنى بأبيات عفوية وبطريقة خاصة ومؤثرة. المدرهة عادة يمنية قديمة تقام بمناسبة موسم الحج، وتبدأ هذا المدرهة قبيل انتقال الحاج إلى بيت الله الحرام، وتستمر حتى عودته في عدد من البيوتات في صنعاء. تشهد المدرهة مؤخرا تراجعا حادا في الانتشار بسبب طغيان الزمان على هذه العادة وسهولة ذهاب الحاج من بلده إلى المشعر الحرام دون ما المشقة التي كان الأسبقون يعانون منها، لكن منظمات ومؤسسات ثقافية وتراثية هي من تحاول إحياء هذه العادة من الاندثار اليوم. شكرا للزميل محمد الصعر، أيضا أشكر جميع زملائي المتواجدين الآن، أمين العتيبة، خالد عوضة، عبد الكريم الآنسي، الأستاذ انتصار، خلص التحية والتقدير لهم وكل يومهم بخير. يعني طبعا نشعر نحن بمتعة هنا في قناة اليمن اليوم ونحن نؤدي واجبنا ورسالتنا الإعلامية طوال اليوم وطوال السنة، ونشعر بفخر واعتزاز بأنه يعني ننتمي لهذه المؤسسة الإعلامية العريقة، خاصة التقدير لجميع الزملاء والمدراء داخل القناة والمتواجدين معنا الآن. أعود إليك عماد، يعني ما هو اللون الأقرب إلى قلبك؟ يعني الصنعاني فقط ولا أنت في ألوان معينة يعني بتحب أنه تكون حاضرة في إبداعك ونشاطك الفني اليومي؟ أنا أحب أسمع كثير الألوان، ما أحبش أتقيد بلون واحد، أسمع أيوب طارش، أسمع مصري، أسمع كثير مصري. مصر محطة مهمة في حياة أي نجم أو فنان أو إنسان، دائما كانت طبعا يعني أمنياتنا أنه يعني نزور مصر، يعني أي شخص يحب أنه يكون مبدع أو يكون ذو إحساس مرهف أو محب للحياة لابد أن يزور مصر. أنت طبعا لك فترة بسيطة تقريبا داخل القاهرة، كيف وجدت القاهرة؟ كيف وجدت تعامل الأشقاء المصريين معك؟ مصر معروفة عند الناس كلهم، يعني سموها أم الدنيا، يعني لأنها أم الدنيا فعلا، تحس أنها تفور بها خالص. حيها يعني كدولة وحكومة وشعب وأرض وكل شيء كلهم تمام. النيل له حضور خاص في حياتك جدا، الجلوس على النيل بيفجر طاقات إبداعية. أول ما فكرت أروح مصر كان عشان النيل، عشان نغني على النيل وكذا. يا سلام، فأملنا وغنينا على النيل. أغنية يمنية ولا مصرية؟ مصرية. لا أغنية لا بد أنه نسمعها. أيضا طبعا إحنا استوديو البرنامج الصباحي واستوديوهاتنا هنا هي مطلة على النيل، هذا دائما إحساس جميل أنه النيل هذا بيعطي للإنسان يعني دافع للحياة، شريان الحياة. يعني النيل هذا جزء مهم في حياة المصريين وفي حياة الزائرين، ومكان لابد أن يستشعر الإنسان فيه بروعة وجمالية الحياة. مارك لو نسمع يعني دندناتك وانت على النيل. طيب انا طبعا كنت اغني لك اغنيه ثانيه مصريه لفيروز نسمع، بس لاني مناسبه يعني للعيد، لان الاغنيه حقنيل فيها شويه حزن كذا، ما نشيش نحزنهم اذا نفرحهم باغاني أيوه. فيروز يعني أيوه. اوكي تفضل. تعجن في البدرية ودي
صباح الصباح فتح يا عليم والجيب ما فيه شي ولا مليم بس المزاج رايق وسليم باب الامل بابك يا رحيم الصبر طيب عال يغير الاحوال يلي معاك المال برضو تعيش مرتاح خلي اتكالك عالفتاح يلا بينا يلا الوقت وراح الصبر طيب عال غير الأحوال يلي معاك المال برضو الفقير له رب كريم برضو الفقير له رب كريم تعجن في البدرية مديك بيدك كوكوكو في الفجرية يلا بنا على باب الله يا صنايعية يجعل صباحك صباح الخير يا استعطية. طبعا صباح الجميل بصوت فيروز يعني له نكهة خاصة لدى أي مستمع أو مشاهد. يعني استطاعت هذه الفنانة العظيمة أن يكون لها مكان داخل قلوب ملايين الناس قلوب العالم بل في العالم فعلا. يعني ما هي أبرز التحديات التي تواجه الفنانة اليوم الشباب اليمنيين؟ هل هو العائد المادي، عدم اهتمام الجهات الرسمية، عدم وجود مثلا جهات رسمية للاحتواء حول الشباب سواء كانوا فنانين ممثلين رسامين؟ تتكلم على المشاكل اللي في اليمن ولا اللي هنا؟ يعني بشكل عام فنانين، الفنان اليمني بيواجه سواء أكثر. كان في الخارج أو في الداخل، يعني بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى اهتمام، بحاجة إلى مظلة تحتوي إبداعه، يعني لتقديم الدعم المالي والمعنوي لأي شاب مبدع. ودائما مشاكل الشعب اليمني، الفنانين اليمنيين بالأخص، اللي هو الشغل الجهد الذاتي، دائما يشتغلوا على انفسهم بنفسهم يعني. فلما يصير حاجه كبيره بعدين يبدا يشتغل ويحصل الانتاج هذا. فهذه المشكله، في ناس اكثر ابداع لكن اقل ظهور بسبب ما فيش الامكانيات اللي يظهروا فيها، ما فيش الدعم. طيب وجود الشباب المبدعين خارج اليمن هل هذا بيعطيهم فرصه انهم يبدعوا اكثر، يحتكوا بالاخرين اكثر، يحاولوا ايضا ابراز واظهار الفن اليمني؟ انت عارف انه زمان ايضا كان في فنانين كبار، يعني رحمه الله عليه الفنان ابو بكر سالم ساهم في نشر الاغنيه اليمنيه، وايضا الدكتور احمد فتحي ربنا يعطيه مفور الصحه والعافيه، علي بن محمد، عبد الرب ادريس، الكثير يعني أكثرهم أبدعوا هنا، ساهموا في نشر الأغنية ويكون لها حضور يعني مميز في الخارج خصوصا مصر. يعني مصر داعمة كثير لهذا الجانب، بالذات الجانب الفني دعمهم ما يوقفش. وشغل الفنان لما يسافر يستفيد أكثر، يتعرف على ناس أكثر، على منتجين أكثر، لأنه خصوصا في اليمن ما فيش شركات الإنتاج قليلة وشغلها ضئيل يعني مش قوي. فلازم انه يسافر يشوف الناس عايشين كيف. السادة المشاهدين، طبعا استبدال كسوة الكعبة هي من العادات الدينية التي تعودنا عليها خاصة قبل عيد الأضحى المبارك.
نتابع هذه المشاهد حول استبدال كسوة الكعبة كما تشاهدون معي في الشاشة. طبعا تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإجراء 22 اختبارا لضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة عن طريق استخدام 16 جهازا عالميا تقيس جودة المواد المستخدمة والمخرجات النهائية لأغلى ثوب. طبعا تم نقلها من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام كما تتابعون معي الآن في هذه المشاهد، حيث تولي المملكة العربية السعودية بالغ اهتمامها بصناعة كسوة الكعبة المشرفة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وصولا إلى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث تطورت على مر السنين وخصصت الدولة كافة الإمكانات في سبيل حلة البيت العتيق، فقامت بتأهيل الكوادر الوطنية لحياكة وصناعة الكسوة، وفرت أيضا التقنيات كما تتابعون معي الآن في الصورة، وأيضا وفرت الأجهزة الحديثة وكل ما من شأنه خدمة بيت الله الحرام. ويعد المختبر الخاص بتحليل جودة كسوة البيت العتيق والتي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الكائن بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحد شواهد العصر على العناية والرعاية الفائقة التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة بيت الله الحرام، حيث جلبت أحدث الأجهزة والمعدات والمعامل الكيميائية الخاصة بتحليل خيوط الحرير والقطن الخام والأنواع المختلفة من المنسوجات وعينات المعادن النفيسة. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله مرحبا بكم مجددا. عماد، انت بتشوف انه الاغاني اليمنيه ارتبطت يعني غالبا بالانسان والارض داخل اليمن واختلاف العادات والتقاليد ما بين محافظه واخرى. كيف السؤال كيف اشوف يعني الاغاني في اليمن هل ارتبطت عاده بالارض والانسان وايضا تنوعت التضاريس واختلاف العادات والتقاليد من محافظه الى اخرى؟ تنوعت كثير، يعني المحافظات الموجوده مثلا على البحر، المحافظات الساحليه يعني تميزت بلون ساحلي معين، يعني المحافظات الجبليه، الاماكن الصحراء والبدو ايضا، كل هذا بيساهم في تنوع وتلون وجوده الالوان اليمنيه فيما يخص تنوع الاسلوب الغنائي وتنوعت الايقاعات كمان من البدو للساحلي للقرى وتنوع كل شيء متنوع في اليمن. ايضا اتذكر ايضا مثلا فيصل علوي يعني كان اسهم في نشر اللون اللهجي المميز المصاحب طبعا بالرقصه اللهجيه، ايضا اللون العدني التهامي، يعني في عندنا فنانين اللي قد مات والله يرحمهم واللي موجودين ما زالوا بيحاولوا انه
تجديد وإحياء هذه الموروثات الجميلة التي يتمتع بها الشعب. كلنا والله نحاول في نحن نوصل هذا الفن للعالم. طيب أنت مثلا جربت أنه مثلا تغني لون تهامي أو لحجي أو عدني، ولا شفت نفسك أنه يعني مبدع في اللون الصنعاني فقط؟ لا أنا أسمع للكل، يعني أحب أسمع الكثير، بس أحب أغني يعني اللون اللي أنا تمام فيه أحسن. الفلكلور اليمني الخاص بالأعراس، هل هذا مثلا حضور الفنان للأعراس بيساهم على أنه يرتبط الفنان أكثر مع الجمهور بدون أي حواجز؟ بتشوف نفسك مثلا قريب عندما تحضر حفلات الأعراس، أو لو كان عندك في مشاركات مثلا مباشرة مهرجانات عيدية؟ في مشاركات في قنوات كثير، يعني قنوات يمنية، وأمس كنا في قناة مصرية النيل الثقافية. والجمهور لما يكون قريب يعني أنت تغني أحسن، مثلا في اتصال يعني. في اليمن حضرت اليمن. حفلات أعراس؟ أكيد. أيوه. كيف شفت تعامل الجمهور مع أغانيك؟ قربك من الجمهور بيساعد على انطلاقك أكثر، على أنك تطور من نفسك، تطور من إبداعك؟ الجمهور الصنعاني يعني بصراحة أحسن جمهور شفته لغاية. متذوق؟ أيوة متذوق، ويحاول يسمع ويحاول ينسجم، بس الشغل الخاص أحسن من شغل الأعراس. ليش؟ بيكون في فلوس أكثر يعني ولا؟ مش على الفلوس. لا، من ناحية أنك تظهر فن. في الأعراس مش لهذه الدرجة. أنك تمشي حفلة وتمشي كذا، لكن لما يكون شغل مثلا الفضائية يكون لازم يكون شغل على مستوى عشان يوصل للناس بطريقة حلوة. السادة المشاهدين، طبعا تكبيرات العيد هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من السنة التي يستحب فعلها في يوم العيد، كالغسل قبل الخروج إلى الصلاة، ولبس الثياب الجميلة، وأيضا تهنئة المسلمين بعضهم البعض بمناسبة العيد، أيضا الذهاب إلى صلاة العيد من طريق والعودة من طريق آخر، ومن تلك السنن التكبير وأظهار ذلك بين الناس، ويستشعر الإنسان قيمة التكبير في قلبه، لأن التكبير يوجب شكر الله تعالى على توفيه للعبد لأداء الطاعة التي قدمها، ويشتمل التكبير على أنواع الذكر جميعها من حمد وتسبيح وتهليل، كما أن جملة الله أكبر تعني تعظيم الله تعالى عن كل نقص وتعظيمه على كل عظيم، وفي التكبير إعلان من المسلم بمحبته لله تعالى وشعوره بالعزة والسعادة بقربه منه، ويكون ذلك مصاحبا لتكبيره عند فرحته بقدوم العيد، ويردد الكثير تكبيرات عيد الأضحى تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شرع الله عز وجل للمسلمين الفرح والابتهاج، وجعل ذلك مرتبطا بإتمام طاعة الله تعالى. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. مرحبا بكم مجددا، ومرحبا بك عماد. عماد، كيف يمكن أن يحافظ الفنان ويظل متربعا على عرش النجومية؟ باختصار يعني بحب الجمهور. إذا استمر على أن خلي الجمهور يحبه ويحافظ على نجوميته ويحافظ على فنه. ويجب أن يكون متواضع الفنان مع جمهوره؟ أكيد لا، بيحبش الجمهور هو مش متواضع. مثلا أنت تتقبل النقد والملاحظات لو في حد مثلا حابب ينصحك؟ أكيد ما تزعلش. مش مكتمل أنا خالص يعني. من الفنانين اليمنيين الذي أنت يعني انسجمت مع إبداعه مع مسيرته الفنية،
تحب أن تصل إلى مستواه، أو تحب أنه يعني تكون ماشي على الخطى الذي أنتهجها؟ أيوب طارش. أيوب طارش أكثر فنان يعني، لأنه فعلا اشتغل على نفسه شغل ذاتي واشتغل كمان شغل حلو. طيب أيضا أيوب طارش أغاني جميلة، في أيضا له أغاني وطنية، وأيضا أغاني ارتبطت بالأرض بالوجدان، تعز أيضا مشهورة بفن الملالة. هذه الملالة لها طبعا إحساس ووقع خاص لدى النفس، يعني تميزت تعز بهذا اللون. هناك أيضا بعض المحافظات عندهم المهاجل، هذه الأشياء مثلا تحب أنك وأنت لوحدك مثلا أنك مثلا تؤدي الملالة، خاصة وأنت من مدينة تعز، مدينة الحب والسلام والجمال. أنا أشكلك بصراحة يعني ما قد فكرت أن أنا أقرب أغنيها، أنا بس أستمتع فيها. سمعتها من كثير فنانين، وفي فنانة الأخيرة اللي شاهدتها هاجر النعمان تقريبا يعني أجادت إحياء هذا هذا الموروث، فيها روح التعزين نفسهم يعني. فأنا أسمع الأيوب، أسمع له من صغري، في معي له أغاني كثير حافظين. إيش أقرب الأغاني إلى قلبك من أغاني أيوب؟ في محل هواك، في من رحلت إلى بعيد، مهلنيش، حرام عليك، ترمي الغزل يا رامي، أو كثير أيوب. إيش رأيك نهدي المشاهدين أغنية من أغاني أيوب بصوتك طيب الجميل؟ أغاني له محل هواك اللي تشوفه مناسب. هذه أغنية أهداء لأمي يعني، لأن أمي ربنا يطول في عمرها، فالواحدة تحب أيوب. ربنا يطول في عمرها. هذا عطى قلبي قسم.
قلبي قسم وأعطاي يا عماد. ما شاء الله صوت جميل وحضور مميز. طموحاتك يا عماد؟ طموحاتي كثيرة المشكلة. إن شاء الله نبدأ الطموحات من هنا من مصر إن شاء الله كل إن شاء الله. طموحاتي أنا كمان نفسي أدرس تمثيل، أدرس حاجات كثير. عندك ميول في التمثيل؟ في الإخراج و... ما شاء الله. نفسي أدرس هذه الأشياء كمان. ما شاء الله. نعمل الفن يعني مختلف، يكون فنان شامل. كيف الفنان ممكن انه يصنع نجوميته؟
على حسب التأهيل، الدراسة، الاحتكاك بالآخرين، وعلى حسب رغبته بالأساس. يعني إذا كان مقتنع بمستوى معين، ولازم الفنان يتعب على نفسه. إذا ما اكتفاش الفنان هو بيوصل النجوم، إذا اكتفى كده الطريق هي يعني مش مفروشة ورد. يعني لابد أن الإنسان يعني حتى يحقق طموحاته يكون عنده قوة إرادة وأيضا وعزيمة على إثبات إبداعه يعني وإبداعاته وأصراره على أن يواصل يعني وأن يكون. طبعا ما هي المقومات المتكاملة إلى جانب الصوت التي من الممكن أن تضمن للفنان أن يحقق جماهيرية كبيرة وانتشار واسع؟ اختياره للجمهور، لازم يختار جمهور معين يعني على حسب طموحه. ما ينفعش يكون طموحه كبير ويختار جمهور مثلا ما يسمعش فيتحطم على طول. وكمان لازم يعزف الفنان آله تضيف له تضيف الفن يكون متقن يعني عود بيانو، لازم يعزف آله موسيقية عشان يتقن الموضوع. شوف بصراحة يعني أنا التقيت بمجموعة من الشباب اليمنيين المبدعين الفنانين، وبعدين عاملين زي ما تقول يحبوا مثلا يؤدوا أغاني الراب، فربما اختلفنا في وجهات النظر. فقلت لهم عندنا موروث كبير وعريق، ليش ما نحاول أنه هذا الموروث اليمني أنه يكون مثلا في تطوير للأغنية، في تطوير أفضل من أن أدخل لون مثلا غير متقارب أو متجانس مع عادتنا وتقاليدنا في اليمن. أنا أشوف أنا أسمع راب طبعا وأشوف الراب حاجة يعني إذا كان الراب هادف فهو يحمل رسائل معينة مثلا اجتماعية، كمان إذا بيغنوا راب يحافظوا كمان على اللون حقا. يعني عاد ما فيش معنى أنه يدخل أي لون جديد، ما هو من زمن يدخلوا دخل الهندي عندنا، دخل حاجات كثير فيدخلوا، لكن محافظين على الأساس زي الأستاذ أبو بكر سالم، يعني حافظوا على اللون الحضرمي وأضافوا له ألوان ثانية بس محافظين على اللون نفسه الهوية. فما فيش معنى يدخلوا الراب بس يحافظوا على هوية الفن اليمني. في يوم العيد نصنع الفرح، هذا هو كان عنوان حلقتي لهذا الصباح العيدي. أنا مسرور جدا بتواجدك معنا، استمتعنا كثيرا بصوتك الجميل والرائع وأتقانك للعزف على العود. من تحب تهنئ بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا؟ أولا هنيك أنت يا أستاذ. شكرا شكرا لك صبري، وهني كمان كل الطاقم اللي يشتغل في اليمن اليوم واليمن اليوم. هني أهلي كأول ناس، يعني هنيهم أهلي، افتقدتهم كثير وأنا ماليش فترة طويلة، بس العيد معهم حاجة ثانية أكيد. الشوق أيضا، الشوق للوطن أيوة. والأهل وكل أصحاب اللي في اليمن، وأخص بالمنطقة يعني الدائري، أنه ما أظنك أكثر أصحابي هناك. من أصحابك ولا قد نسيتهم؟ لا في كثير، أخص على رأسهم أستاذي واللي علمني الأستاذ عماد السويدي والأستاذ شوقي الصغير وفي كثير يسامحونا إذا ما ذكرتش. إن شاء الله يكونوا بيتابعوك، نوجههم التحية. نتمنى أن نراك فنانا كبيرا داخل مصر وأن تساهم في إحياء وتجديد الأغنية اليمنية. كنت ضيفا عزيزا علينا. شكرا لك يا السادة المشاهدين، للفرحة وجود الأيام العيد وقت محدود، فلكم تهنى بلا حدود من القلب إلى القلب، لأنكم فرحة العيد والبهجة ما تحرق لبكم كل يوم، وقلوبكم بيضاء كل يوم، وأنتم بنقاء كل يوم، وأنتم سعداء. عيدكم أحلى دائما مع شاشة قناة اليمن اليوم.